هذا باساج بيتون اون فاس مع الولايه. اليوم الخميس 12 جويي، شوفوا الصباغه مغشوشه، يلاه داروها، يلاه صبغوها، كل الصباغه طارت. هنا غندوز في هذا الباساج بيتون، شوفوا الاخر حتى هو كلشي صباغه طارت. ها الاخر حتى هو ما بقاش ابيض ولا تكري. شوفوا هذا للوسط وها الولايه، يعني هادشي صبغوه غيدوز واحد 3 سيمانات ولا 4 سيمانات كلشي مشى، وخصهم يديروا مارشي واحد اخر شكون غيصبغ عاوتاني، وها الفلوس كتضيع. وكنضحكوا على الناس ديال اكادير وعلى مدينه اكادير، وهنا ديما مقابل مع ولايه اكادير. شوفوا على حاله ها والوسخ، واش بقى شي مدينه في اكادير بحال هكا؟ ها الاخر، لا حول ولا قوه الا بالله.